اعمل ايه بعد كده؟ طيب تمام أوكي. هنا خلاص ميرسي على تليفونك ورغدها هتجاوب عليكي حالا. ميرسي قوي. في اهداف متحدده، ده اجباريه، اعداديه، ثانويه، كليه. هي بقى دايما حتى الولاد الصغيرين، انت عايزه تبقي ايه؟ عايزه اطلع دكتوره. وتلاقي مفيش حد دخل طب اساسا خالص. فهي المفروض انها تشوف هي ليها ميول مثلا في الفن، ليها ميول في الرسم، في الهندسه كده، وتبتدي تنمي ليها في الكمبيوتر مثلا. ممكن السن ده يبقى برضو يحب الديزاينز والكلام ده كله. هي المفروض عشان توصل للكلام ده في تراك معين هي ماشيه فيه اوريدي بتاع الدراسه. التراك الثاني اللي هيساعدها تحقيق هدفها كورسات بقى كمبيوتر، كورسات تنميه بشريه، كورسات مهارات، كل الكلام ده كله يتاخد لحد سن معين اللي هو 18 او بتاع ثانوي ده، اللي هي تشوف الثقل بتاعها مايل ناحيه ايه، وساعتها تحدد الهدف. حلو قوي. طب انا نفرض حددت الهدف وخلاص ماشي في طريق ان انا احققه، بس عايز ما ازهقش منه. تمام. يعني مش عايز يبقى في حاله ملل بعد ما اوصل له او قبل ما اوصل له حتى. تمام. اعمل ايه؟ اول حاجه ان انت بتحدد حاجه اسمها السوات. السوات دي اللي هي سترينث ويكنس، يعني القوه، نقاط القوه اللي فيك ونقاط الضعف، والثريتس اللي بتقابلك او العقبات اللي بتقابلك، والفرص اللي عندك. بتحسبها بالورقه والقلم. انا نقاط قوتي ايه عشان يعني انميها اكتر، نقاط ضعفي ايه عشان احاول اتجنب ان انا ابقى اقع في اخطاء معينه. عشان ما ملش لازم ابقى دايما افكر نفسي، ويمكن دي هنقولها ان شاء الله الحلقه الجايه في تنظيم الوقت، ايه الحاجات اللي بتذكرنا بالاهداف بتاعتنا، وايه الحاجات اللي بتخلينا نعيد نقعد نقول لنفسنا ايه؟ كافئ نفسك دايما. يعني دلل نفسك زي ما بيقولوا. انت دلع عملت نفسك. بالظبط كده. انت عملت حاجه كويسه، كافئ نفسك عليها. حاول دايما تفكر نفسك وتعيد الكلام ان انا عايزه ابقى كذا، ده انا ناقص لي كذا. لازم تقعد تفكر نفسك بالكلام ده كله وتحسب المده، وما تحسب مثلا 5 سنين تعمل حاجة قريبة، هدف قريب اللي هو بعد سنة هبقى ايه، او لو انت عامل هدف سنة يبقى بعد شهر هعمل ايه، وشوف حققت منه ايه، وتكافئ نفسك وتشوف نقصك ايه وليه ما حصلش، وشوف بقى النقاط الضعف. وعاقب نفسي لو ما حققتش حاجة. بس لو عاقبت نفسك برضو ممكن تحس ان انت هتبقى فاشل او مش هتقدر ان انت تكمل في التراك ده. فهي دي الايشو، يعني ده ما ينفعش ان انت تعاقب نفسك قوي، يعني لوم نفسك. طيب ناخد هاجر على التليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا في ثانويه عامه ومش عارفه اعمل ايه في المذاكره. طيب عارفه احدد هدفي ازاي؟ كل ما اجي احدد هدفي يعني مثلا كل يوم اقول انا هذاكر مثلا المادتين دول عشان اخلص، ما بيخلصوش، يعني ما بيخلصوش خالص. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه احدد هدفي ازاي، وعايزه اجيب مجموع كبير ومش عارفه اعمل ايه. طيب انت عايزه تخشي كليه ايه يا هاجر؟ انا عايزه ادخل كليه ألسن. طيب تمام. ميرسي يا هاجر، ورغده هتجاوب عليكي حالا. اوكي. عندها هدف اهو. عندها هدف تدخل ألسن. طيب هي المذاكره زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، المذاكره حاجه غلسه شويه او تقيله شويه شويتين. تمام. هي طالما بتقول ألسن يبقى هي اكيد حابه اللغات، حابه القصص، حابه المقالات. خلي ده يبقى الحلو او الاورديفر بتاع المذاكره. يعني انت هتذاكري مثلا تاريخ وجغرافيا، مواد فلسفيه، مش عارفه ده كان على ايه، مش عارفه اتغيرت الكلام ده، بس مش فاكره بس. يعني اوكي، يعني فهتذاكر الكلام ده. ادي نفسك الاورديفرات بقى او المقبلات بتاعت المذاكره، انك تعملي حاجه تحس انها تفيدك في ألسن. اقري بقى روايات، نوفلز، حاجات تقعدي تترجمي، امسكي مقاله كده حلوه في الجورنان اقعدي ترجميها. اولا هتقوي الانجليش بتاعك، وفي نفس الوقت هتساعدك انك تخشي ألسن، وهتبقي الراحه بتاعتك بتشغلي مخك. طب والمذاكره بقى اللي قبل الألسن، يعني قبل ما تنمي نفسها في حاجات الألسن، هي مش عارفه تخلص حتى مادتين بتقول. ما هي بقى دي التخطيط. انا هدي نفسي قلنا بالاسبوع. الامتحانات قربت ولازم قلم واكتب بالظبط اسبوع. انا هخلص اسبوع. حتى لو الاسبوع ده المفروض تخلصي سي مثلا وحدتين كاملين، يا ستي خليهم وحده، لان طالما لو انت ما حطيتيش الوحده بس ممكن ما تخلصيش الاثنين لو انت مش مخططاه. حطي لنفسك وحده، انا هخلص الوحده دي الاسبوع ده وخلاص يا ستي. ممكن تتشجعي انك تخلصي الوحده فتروحي مكمله بقى بقيه الوحدات والحاجات دي. طيب معانا حسام على التليفون. الو يا حسام. صباح الخير. صباح النور. انا سعيد بحضرتك جدا يا استاذ كريم والاستاذه رغده. ربنا يخليك يا فندم. انا بس كنت عايز اسال الاستاذه رغده عن حاجه، ممكن؟ اتفضل. لو سمحتي كنت عايز اعرف هل ميول الانسان الشخصيه او يعني بتاثر على هدفه في الحياه؟ يعني ممكن يبقى واحد نفسه يدخل كليه كبيره او يدخل مجال معين، بس ميوله او يعني بيحب ماده معينه او بيحب شيء معين، هو اللي بيدفعه بعد كده انه يتجه لاتجاه ثاني. ولا راي حضرتك ايه في الكلام ده؟
اوكي. طيب حالا النقده هتجاوب عليك يا استاذ حسام. ميرسي جدا على تليفونك. ميرسي جدا يا حبيبي. شكرا. ينفع انت تبقى بتكره الحساب وتشتغل مهندس؟ قد اكون مضطر. مضطر بس هل هتبقى ناجح؟ لا بس هي مستحيل ابقى ناجح وانا بعمل يعني احب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. بالظبط صح ولا لا؟ انا ميولي انا عايز بقى بابايا شغال مثلا في عنده شركه هندسه كبيره او شركه انشاءات او وات ايفر ولازم ابقى مهندس. اه طب انا بكره الهندسه وبكره الحساب. اه وبحب مثلا الاقتصاد او العلوم السياسيه. في حاجات بيبقى مضطرين نعملها بس ممكن مع الوقت نقنع نفسنا او نعمل بقى اللي هو البوزيتيف او التفكير الايجابي. أوه. ان احنا نحبب نفسنا فيه. بتنجح الموضوع ده بالتفكير الايجابي. أوه. انا لازم ابقى كده لان ده المجال بتاعي وعلشان ايه زي ما قلنا الحياه الشخصيه. تمام. والدي واخلاني وعمامي كل العيله بتشتغل كده ممكن انجح في كده. انما لو انا ماليش تارجت قوي او هدف قوي ان انا ابقى مهندس ومايل اكتر لمواد تانية خلاص اكمل بقى في المواد الثانيه وانمي نفسي فيها اسهل. انما لو مضطر سهله سهله تحط اهداف وتخطط وتشوف المخاطر بتاعتها ايه. طب لو انا ما نفعش كده هقوي نفسي ازاي؟ سهله قوي ان انت تخش بعد كده بس بقى هتبقى محتاجه شويه مجهود عشان الهدف. لكن ميول الشخصيه اكيد بتتدخل في تحليل الهدف. اكيد بتتدخل. طبعا. رغده السعيد مدربه المهارات البشريه بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. نورتينا ونهارك سعيد. ميرسي. نهارك سعيد. فاصل وهنرجع نكمل مع بعض فقراتنا. استنونا ونهارك سعيد.